كثير ما يشكي كثير من الشباب انه بعض اسمه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبه عليه يتوب منها ويرجع فيها وما الى ذلك. نقول لا تعجز عن التوبه ولو رجعت في اليوم 100 مره، لا تعجز عن التوبه، لا تنسى ان لك اله يرغبك، ومهما وقعت في الذنب اذا عندك صدق في الرجعه اليه مهما ابتليت بالرجعه ثانيه وثالثه فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكره بعد بكره بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك معه بيخلصك، لكن انت لا تقطع صلتك به. لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص انا لا ما فيه فائده وخلاص ذا الامر اللي قلنا واقع فيه وبستمر فيه، يقول لا 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 هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الاله. اندم وارجع اليه وتب وقول وفقني ولا اعود. ولو عدت ارجع واندم وتب وقول بعدها لا اعود وصمم. ما يرى صدقك مرتين ثلاث اربع قال اكثر اسبوع اسبوعين شهر الا رحمك وقواك وخلصك منها متى ما اراد جل جلاله. ولكنك لا تقطع صلتك به ولا تعجز عن التوبه اليه. والذين اذا فعلوا فحشتا وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم المكان والصديق والآلة التي تقربك من تلك المعصية بعد منها، بعد نفسك منها. ها الشخص والمكان والعمل والجهاز الذي يقربك من هذا الشيء بعد منه. ومهما استطعت ومهما أمكنك ولا ترضى بقطع حبلك عن الله جل جلاله أبدا. فلا تعجز عن التوبة إليه مهما وقع منك من ذنب أو من خطيئة، ولكن بصحبة الأخيار وبكثرة الذكر لله تعالى يؤثر ذلك عليك. من الأذكار النافعة لذلك آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، تقرأها ولو 10 مرات في اليوم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والثانية ذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة في اليوم. نوصيكم بها ولكم الإجازة فيها تقرؤونها بما فتكون رابطة لكم.